تنقول للإخوان كاملين أن الإقصاء كان ممنهج منذ شهور. أنا نضرب شوية في قول أحد الوقت البنية ما عندها تشي إصابة، عندنا أدلة أنتم غتشوفوها تقارير طبية من خبراء. يعني البنت اليوم ممكن تلعب مباراة على المستوى العالي، اليوم ماشي اليوم، نهار الأربعاء في الشهر اللي داز أن البنت ممكن تلعب مباراة على الهونيف والمستوى العالي. الإقصاء كان ممنهج. السر ديال هذا الإقصاء العلم لله أن الوقت اللي كانت البنت خاصة تشارك في لي زوبن، يعني تشارك في الجيوان والجيتو والجيتري والجيفور، يعني هاد الجيوان الجوائز الكبرى اللي تيكونوا فيها النقاط المؤهلين للالعاب الاولمبيه. قد ما قلنا الجيت مثلا فور تتكون عندك نقاط كبار باش تاهل الالعاب الاولمبيه. الجامعه الملكيه واللجنه التقنيه استبعدات فاطمه الزهراء من جميع المشاركات اللي غتجمع فيها النقاط الالعاب الاولمبيه. احنا كمدربين كنا تنحتجوا تنبلغوا بان هذه البنت خاصها تلعب وخاصها تجمع النقاط. فاطمه الزهراء كانت رقم 20 قبلنا دوك البنات كاملين. كل لعبات في الجراند سلام وفي الجوائز الكبرى كنت اهلت لنا فاطمه الزهراء بلا هاد التمارين، بلا كانت غتاهل بالنقاط. ولكن الجامعه كانت تقول بان هذه البنيه غنحتفظوا عليها الى حين. يعني كان إقصاء من الجوائز الكبرى، كانت تتقحم فاطمة الزهراء تتلعب في الجوائز، يعني البطولات اللي غير مصنفة، ما عندهاش تصنيف نهائيا، ولكن الجوائز البطولات اللي مصنفة اللي تجمع فيهم النقاط كانت الجامعة كانت تتلعب. علاش بالضبط؟ هذا هو السؤال المطروح. شكرا أخ على السؤال ديالك. علاش بالضبط فاطمة الزهراء بوحديتها ثلاثة ديال الليرين في سيمانة واحدة وما كاينش تقرير؟ علاش بالضبط فاطمه الزهراء اللي يكون عندها فرص؟ وعلاش بالضبط فاطمه الزهراء ما يكونش عندها روم بلاصه؟ وعلاش بالضبط فاطمه الزهراء اللي تقسم الجوائز الكبرى ومن كرنسلام؟ هذا السؤال.